مستمرة واللي هتستمر غصب عن أي حد، وهتجيب حق هذا الشعب. كنا نتمنى إنه فعلا يكونوا معانا زي ما كانوا قايلين لنا، ولكن للأسف أتاريهم مش كانوا بيحموا الثورة، كانوا بيتحاموا في الثورة. يبقى في مصر ما ينفعش جمال مبارك يجي تاني، فبالتالي كانوا ده الاتفاق المشترك مع المجلس العسكري. لما الرئيس المخلوع خلع بانت الحقيقه وانهم كانوا بيتحاربوا في الشعب وفي الثوره علشان والعياذ بالله بقى لو كانت الحكايه باظت الله اعلم بقى حبيب العدل كان امل فيهم ايه، مع كامل احترامنا للمجلس العسكري. وعشان كده انا بقول انه كنت اتمنى ان يبقى في مجلس رئاسي يعمل لنا الدستور اولا، دستور حقيقي يلم كل المصريين مسلمين مسيحيين كبار صغار نوبه الاقصر سيوه. ما حدث انه احنا وصلنا للي احنا فيه ده. نتمنى انه الدكتوره ابو الفتوح معاه يبدا حل البرلمان اللي هو مصر بيحبوه، سواء دكتور يوسف القرضاوي
أقصى الشمال، وفي الوسط المعتدلين والشباب زي وائل غنيم والعبد لله أثر الحكيم. أتمنى له من كل قلبي النجاح والتوفيق. قول عن تفصيل البرنامج الانتخابي. لما قريت البرنامج الانتخابي مصر القوية لأول مرة، الحقيقة كنت فخورة جدا إن أنا جزء من الحملة وجزء من المشروع ده. عشنا سنين طويلة جدا تحت يعني حكم فرد دكتاتور، ما عمرنا ما حسينا ان البلد دي بلدنا ولا بتاعتنا، ولا ان هو اصلا هدف تنمية ولا تطوير ولا اي حاجة لمصلحة البلد، ولكن حسينا ان احنا بنحكم ونحكم بنظام همه بس الطبقة الحاكمة مش المحكومين. جاء الدور او جاء الوقت اللي اقرا فيه في برنامج مرشح انتخابي ان السيادة هتكون للشعب، الشعب هو السيد الوحيد، مش هيحكمنا تاني فرعون، مش هيحكمنا تاني دكتاتور، احنا اللي هنحكم بلدنا واحنا اللي هنحكم القوية. عشان محتاجين كرسي، محتاجين كرسي ضروري. برنامج بتاع الدكتور عثمان مفتوح زي ما شفت هيك شوية مقررات مبني على ولكن اكتر حاجه اعمل دي بس على جنب وخلي مبدا اسمه الاخ في جامعه القاهره وبدا لو سمحت اتفضل. لا حضرتك، قلت له يا اخي حضرتك وسع صدرك، الدكتور محمد مرسي فوق دماغنا ممكن يبقى مرشح. لا قلت له يا اخي الله يرضى عليك مش عايزين نخبط بعض، الامور بسيطه، اتكلم عن مرشحك. لا ازاي بقى حزب النور بتوع تطبيق الشريعه ترشحوا واحد نائبه الحمله بتاعته اشتراكيه. قلت له قصدك مين؟ قلت له، قال لي الاستاذ رباب المهدي. قلت له لو سمحت الاستاذ رباب المهدي يا سليم. وبعدين ايه المشكله؟ وجيت جايبه على جنب قلت له يا اخي الله يكرمك ايه المشكله؟ ايه اللي حصل؟ قال لي لا نتكلم قدام الناس. قلت له يا اخي الله يكرمك مش عايزين نتكلم قدام الناس. قال لي لا. قلت له يا اخي الله يكرمك نائب رئيس الحزب بتاعكم مسيحي. قال لي حضرتك ما هو قدامك سهلة، مش عايزين يبقى في استقطابات، مش عايزين نقعد نضغط على بعض، لان الامور سهله جدا. تمام، واحنا شايفين ان الدكتور عبد المنعم الفتوح واحد بالشورى، اثنين بالتجميع مش بالتفريق، ثلاثه بالاستقلاليه، اربعه، ودي ايضا نقطه انا كنت عايز اتكلم فيها، ان مشروع مصر قويه فعلا مشروع حقيقي. ولما تطلع على اول 100 يوم في مصر قويه هتجد فعلا حاجات واجابات انت نفسك فعلا انها تخلص، بدايه بموضوع الامن. المشروع فعلا محتاج ان احنا نركز فيه ونشوف الاولويات بتاعته، خاصه ان هو واقعي. يعني ايه؟ يعني بيقول لك انا ممكن هنا ااخر دي واقدم دي. الواقعيه والصراحه ودي كانت من اهم النقاط اللي احنا اخترنا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عشان خاطرها. طيب انا عايز اختم بايه؟ انا عايز اختم بحاجه مهمه جدا، ان بعض الشباب وانا كنت منهم ولغايه دلوقتي بيبقى في نوع من انواع التسرع شويه، وبيبقى في نوع من انواع المطالبه باشياء غير واقعيه، والمطالبه بحاجات انت عارف انها مش هتتنفس، ولكن لمجرد اخراج طاقه والسلام. انا عايز اخرج الطاقه اللي عندي، عايز اقول شعار، عايز ازعق، عايز اوصل اللي عندي، عايز اقول كلام وخلاص. في قاعده في اصول الفقه جميله جدا بتقول لا حلول كامله في مجتمع غير كامل. الدليل من القران الله يرضى عليك عشان تعرف السلفيين ما بيستحملوش. اتفضل. قصة سيدنا موسى والخضر. سيدنا موسى يا إخوة مدرب على لقاء فرعون ومواجهة الملوك وأن يقول كلمة حق أمام سلطان جائر، وإن هو يواجه أي حد، بل كان معاه رسول اسمه الخضر، والاتنين ماشيين وهم ماشيين لقوا سفينة كبيرة بتاع جماعة مساكين من العمال اللي حقوقهم ضايعة، ويا ما عملوا اعتصامات عشان ترجع لهم حقوقهم وللأسف ما بترجعش. ركبوا السفينة
سيدنا موسى يفاجأ بحاجة عجيبة جدا، إن سيدنا الخضر يمسك فاس ويبدأ يكسر في السفينة. معلش أنا آسف، سفينة مساكين مش تايتانيك، يعني أكيد هتبوظ. خلاص، السؤال الموجه، موقفنا أمام الرأي العالمي إيه؟ وأمام حقوق العمال، وأمام النقابات العمالية، وأمام الألترس الأهلاوي والزملكاوي، وأمام 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أحمد ماهر، وأمام كل الناس، وأمام الرأي العام المصري، تكسروا للجماعة الغلابة السفينة بتاعتهم. أخي حرام عليكم، خذلتمونا، ضيعتم المشروع. أين حزب النور؟ أين العلماء؟ المشروع ينهار، حرام عليكم، الناس هتقول علينا إيه؟ ولكن لا حلول كاملة في وسط غير كامل. هل الأولى إن إحنا نروح نكلم الملك ونصدع بالحق أمامه؟ سيدنا موسى قادر على ذلك. ولا نكسر العمال الغلابة السفينة بتاعتهم عشان تعدي؟ كان اختيار الوحي إن السفينة تمر مع يوسف. في بعض الأحيان لا حلول كاملة فعلا في وسط غير كامل. قصدك إيه؟ قصدي إن أنا في بعض الأحيان بضغط قوي، وأنا كنت فاهمين إن إحنا كنا فعلا في الفترة اللي فاتت ارتفعنا جدا 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 بوتيرة الخطاب، وحصل بسبب الموضوع ده كوارث وحصل دم. والعلماء لما كانوا بيتكلموا كانوا بيتكلموا على الدماء. إحنا محتاجين فعلا خطاب يعبر عن مرجعيتنا، واقعي صريح. وإحنا اتكلمنا مع الدكتور عبد المفتوح بمنتهى الصراحة، والدكتور قال الشريعة الإسلامية هي المصدر. أصل أنتوا بقى الألف واللام والمبادئ يا سيدي الله يكرمك، إحنا كده خلاص سيبنا راحتنا بقى، إحنا دي وجهة نظر. الدكتور مستريح لي كده وقال لنا وصرح لنا. طيب الكلام اللي كان بيتقال والأسئلة، الله يرضى عليك، أنت عارف إن كل الأسئلة والإجابات واحدة، بس في مرشح كلامه كتير، في مرشح كلامه مش كتير. طب أنت عايز حلول كاملة دلوقتي؟ ايوه انا عايز حلول كامله، ولكن في حدود الواقع. يعني بقول للدكتور عبد المنعم لو سمحت طبق لنا الشريعه، واولها ان فعلا الاميه في الشعب المصري تروح. خلنا الجهل والتعصب لو دخل اي مجتمع يدمره مهما كان المجتمع ده. بنقول له علم لنا الناس الشعب المصري انهار، علم لنا التعليم اللي ضاع، التعليم ضاع. شيخنا الشيخ محمد اسماعيل بيقول لنا ان الثوره دي أنا أؤمن أنها ثورة بتحمل كل مبادئ الشريعة الإسلامية. قلت له إزاي؟ قال لي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، هل هي مش مبادئ إسلامية؟ رصينة واضحة. يبقى اللي أنا بقوله إن أنت بعض الأحيان بتطالب حاجات كتير جدا في الخطاب، أنا بقول لك إن الراجل ده في الأصل الكلام بتاعه واضح جدا. واتكلمنا معاه، وإحنا بنقول إن حزب النور ودعاء سلفية داعمين ومراقبين بمنتهى الوضوح. وبفضل الله هنقف جنب الدكتور عبد المنعم فتوح لغايه باذن الله اما نوصله فعلا للمسؤوليه اللي نسال الله العظيم رب العرش ان يعينه عليها. طب ممكن اختم بحاجه اسالك قبل ما تمشي؟ اتفضل. مش قدام الناس يا سيدي يقول. ما انا بحب السفينه مش عايز احرق يا عم. يقول الله يرضى عليك كده احنا مش فاتتنا الاصوات والمشروع الاسلامي هيقع؟ لا، انا بقول لك انا متفائل باذن الله ان الدكتور عبد المنعم فتوح هينجح من اول مره. احنا لما بدانا نختلط بحمل الدكتور عبد المنعم فتوح فعلا فاجئنا بشباب رجاله اسود، ولكن في مناطق هم قالوا لنا ان احنا لسه ما وصلناهاش. انا بوشر شباب دي ان الناس اللي قاعده قدامكم دي ما تعودتش تشتغل في حاجه وتنام، لا خلاص زيكم باذن الله بالظبط. وهتديهم ان شاء الله بمنتهى القوه وبمنتهى الحماس. مع عبد المنعم فتوح